يا هلا والله. هلا فيك. ممكن تقول لنا اسمك ومنصبك في الجهة هذه أو المؤسسة هذه؟ معك عبد الله عوني من شركة اي دي اي نور النخبة. عبد الله عوني؟ اي، من شركة اي دي اي نور النخبة. احنا وكلاء لمنظمة واسك العالمية للاعتماد الأكاديمي ومركز تدريب في نفس الوقت. جميل. أول مرة تشاركوا في المعرض؟ هذه أول سنة تشارك في المعرض. أوكي. إيش باكج التدريب اللي بتقدموها بالضبط يعني؟ اوكي، احنا عندنا نوعين من التدريب، تدريب اكاديمي للمدارس والجامعات، وعندنا كمان تدريب للشركات، اورجانيزيشنز للشركات. بنقدم اتش ار تريننج، ماركتنج، تسويق. للمدارس بنقدم تريننج، تاهيل تعليمي وتطوير. تاهيل للجامعه مثلا يعني، يعني لو هو في الاداري والكادر التعليمي في الجامعه التعليمي. أي. جميل. هذه ايش رايكوا في المعرض؟ تنظيم جميل، كل شيء ماشي تمام. عملتوا اي بزنس لغايه الان؟ ان شاء الله. دعواتك. دعوات. يعني في مؤسسات تعليميه كثيره ومنظمات كثيره هنا، فرصه في يعني. هل عملتوا اي فرصه حلوه؟ بارتنرشيب شيء؟ فرصه حلوه، خليها ان شاء الله في الاعلان في الويب سايت. لو يزورون على edi-dc.com. اخبار حصريه يعني. ايوه، في حاجه ان شاء الله، اشياء حلوه. اوكي. خليني اسالك، ايش المتميز عندكم؟ يعني الفرد العادي مثلا لما يكون عاوز يتدرب، سواء كادر اداري او كادر تعليمي او اي شيء، ايش اللي يخليه يختاركم وما يختار غيركم؟ الشيء اللي يميزكم يعني فعلا؟ الشيء اللي يميزنا اشياء كثير، يعني هي مجموعه باكج كامله، اشياء كثير هي بتميز الشركه، مش حاجه واحده. مثل احنا موقعنا في جده. عندكم موقع في الرياض؟ لا، بس احنا بنقدم التدريب في كافه انحاء المملكه، وفي مصر وفي قطر وفي البحرين. اللي يميزنا المدربين اللي عندنا. المدربين. هذه نقطة التميز بالضبط، اللي هو يعني أجانب. الاثنين، أجانب سعوديين، أي شخص مؤهل، أي شخص كواليفيكيشنز تبعته عالية إنه هو يدرب. أنت عارف التدريب نقطة حساسة جدا، والبزنس في منافسة عالية. تمام. فلازم تتميز بالكواليتي، الشيء اللي أنت بتقدمه للعملاء. جميل، يعطيك العافية. يعافيك. وشكرا لك. العفو.